أنا الإبنة الجحدة، ابنة عمرو محمد علي، ترد على اتهامه لها بالجحود. في أول ظهور لها قامت ابنة الفنان عمرو محمد علي بالرد على اتهاماته لها بالجحود خلال ظهوره برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليسي. شاهدي نشرت مقطع فيديو عبر موقع فيسبوك تحت عنوان أنا الإبنة الجحدة، قالت مساء الخير، أنا ليا فترة ساكتة وحريصة أن حياتي الشخصية تكون لي وحدي، لكن بصراحة الموضوع زاد قوي. أنا اسمي شهد محمد علي، ابنة الفنان عمرو محمد علي. شهد هو اسمي في البطاقة وأغلب الناس تعرفني باسم نور. مش هتكلم عن أي حاجة تخصني، أرد بها على ما قيل في حقي وإنه في النهاية أبي وأتمنى له الشفاء، لكن هتكلم عن والدتي وأطلب إن محدش يحكم على أي طرف دون معرفة القصة كاملة أو عاشها وسمع فقط من طرف دون أن يعرف هي عملت إيه واللي حصل بينهم وأدى إلى الانفصال. وأضافت شهد، من جهتي مش هتكلم عن أي حاجة حصلت بينهم وأحاول ألم الباقي من حياتي الشخصية وأقول محدش عارف الست دي عملت إيه علشاني. أنا عمري 19 سنة وداخلة في 20، أمي هي من تصرف عليا أكلي وملابسي ودراستي حتى وصلت إلى تانية جامعة، عملت عشاني كتير قوي ولا أتحمل أي حاجة تقال عنها ولو نص كلمة، وحرام وأنا ماشي أسمع ما يقال في حقها، محدش عارف حاجة، الست دي بطلة. وعن والدها قالت أتمنى له الشفاء، هو أبويا مهما كان ربنا يشفيه، ورسالة إلى أهلي أهل والدي مش مسامحة في أي كلمة باطل اتقالت في حق مامتي. قال الفنان عمرو محمد علي خلال ظهوره في برنامج واحد من الناس متحدثا عن تفاصيل انفصاله والعلاقة بينه وبين ابنته، أنا طلقت أم بنتي علشان لا أظلمها ويمكن هذا هروب، وأنا كنت بحبها قوي ومرضتش أتعبها معايا عشان كان حيبقى صعب علي، لم أستطيع أن أضغط عليها وأنا متكفل بمصروف بنتي إلى الآن، وللأسف بتيجي تاخد مصروفها فقط وتمشي ومش بتزورني. وأنا قلت لبنتي وهي عندها 18 سنة دلوقتي، أنت جحدة وداين تدان وبتيجي تاخد مصروفها وتقعد نص ساعة وتمشي. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة، تحياتي وتحيات أصل الثقافة ومعلومة. تابعونا